استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي نتائج الجوله الترويجيه للاستثمار في عدد من الدول العربيه خلال الفتره من الخامس وحتى السابع عشر من فبراير الجاري في خمس دول عربية هي البحرين وسلطنة عمان وقطر والكويت والإمارات وطلع مدبولي على ما تم تقديمه من العروض التعريفية حول الاقتصاد المصري وشرح مفصل عن أهم الفرص الاستثمارية المتاحة به حيث تم تأكيد على حرص مصر على تقديم المزيد من التيسيرات لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية الى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في المجال الاقتصادي من خلال اتاحه المزيد من الفرص الاستثماريه الواعده لدخوله فيها وزياده نسبه مشاركاته في مختلف اوجه التنميه المستهدفه وذلك في اطار اهتمام الدوله بتمكين القطاع الخاص